نحن في حاضنة بناء نفخر بتقديم برنامج شغف الريادة عند الشباب الذي استهدف تعزيز مفاهيم الريادة وتطوير المشاريع الناشئة للطلاب، والذي تم تخصيصه في جزء كبير منه للطلاب السودانيين بالتنسيق والتعاون مع رابطة الطلاب السودانيين في إسطنبول، حيث تم تصميم هذا البرنامج ليكون شاملاً وتفاعلياً مع تقديم سلسلة من الورشات القيمة التي قادها مدربون متخصصون وخبراء في مجالات الريادة. وقد حضر البرنامج ما يزيد عن 70 طالباً وطالبة من تخصصات جامعية مختلفة، من الذين يبذلون جهداً مضاعفاً في الدخول إلى عالم ريادة الأعمال، إضافة إلى تفوقهم في كلياتهم التي يتخصصون بها في نواحي العلوم والتكنولوجيا. وقد تنوعت هذه الورشات بين توليد الأفكار الإبداعية ومختبر الأفكار وكيفية البدء بمشروع خاص وتكوين الفريق واقتصاد الإلهام، إضافة إلى بناء الشبكات والوصول الصحيح للمستهدفين، مما ساهم في تطوير قدرات الطلاب على تحليل الأفكار وتنفيذ المشاريع بنجاح. وقد تجسدت أهمية هذا البرنامج في تعزيز مناهج التفكير للطلاب وتحفيزهم على استخدام الأسس الريادية في تنمية مشاريعهم بشكل مستدام وفعال. وقد لاحظنا آثاراً واضحة على المشاركين من خلال تحسين قدراتهم في إدارة المشاريع وتعزيز مهاراتهم القيادية. نحن نعمل في حاضنة بناء على نشر ثقافة الريادة في معظم الدول، خاصة تلك التي تعاني من التحديات والأزمات، ولدينا شبكة من الحاضنات في عدة دول من بينها ليبيا والصومال واليمن وموريتانيا، ونهدف إلى دعم نمو المجتمعات وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. إن برنامج حاضنة بناء لريادة الأعمال المخصص لطلاب الجامعات كان تجربة ممتازة للمشاركين، حيث استفادوا بشكل كبير من المحتوى التعليمي المتخصص والتفاعل الكبير في الورشات، مما سيسهم في بناء جيل جديد من رواد الأعمال المبدعين والملهمين. ونحن نرتجي من تنفيذ هذا البرنامج القيم أن يكون هؤلاء الطلاب نواة بناء حقيقية لوطنهم السودان الجريح. وقد قدمنا هذا الجهد كمساهمة منا لإعادة السلام والأمان والاستقرار لأهلنا في السودان الحبيب، وبدورنا نشكر كل من ساهم في نجاح هذا البرنامج، ونتطلع إلى المزيد من الفرص لدعم المبادرات الريادية في المستقبل بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والنهوض الاقتصادي للمجتمعات.